قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بيسألهم بقى سيدنا إبراهيم: ما خطبكم؟ يعني ما شأنكم؟ إيه حكايتكم؟ جايين ليه؟ جايين عشان نبشرك بالغلام. وإيه تاني؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مين القوم المجرمين دول؟ قوم سيدنا مين؟ قوم سيدنا لوط عليه السلام. جايين ينزلوا عليهم العذاب، خلاص دول الناس دي كفرت بنبيهم وكفرت بالله وارتكبوا الفواحش ومش عايزين يتوبوا ومش عايزين يرجعوا لربنا، فقضى الله عليهم بالهلاك وأرسل هؤلاء الملائكة لهذه المهمة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. كلمة آل لوط هنا يعني أتباع سيدنا لوط من المؤمنين، يبقى كله سيهلك ما عدا مين؟ المؤمنون الذين اتبعوا لوطا عليه السلام. يبقى ربنا يهلك الكافرين وينجي المؤمنين. إلا امرأته، يا نهار أبيض، زوجة لوط عليه السلام لن تنجو مع الناجين. إلا امرأته قدرنا، حكمنا وقضينا إنها لمن الغابرين. الغابرين يعني الباقين، يعني أنت لما تسافر وتسيب أولادك نقول أنت إيه؟ أولادك من الغابرين، من الباقين في المدينة وأنت اللي سافرت، الغابرين. فهي باقية، باقية في إيه؟ باقية مع قومها في العذاب، من الباقين في العذاب. دي كلمة الغابرين، الباقين. يبقى امرأة نبي ولم تؤمن به، سبحان الله العظيم. وطبعا يا اخوانا مشكلة قوم لوط الأساسية ايه؟ مين يقول لي؟ نعم، الفاحشة. اهي دي المشكلة رقم اتنين، لكن المشكلة الأولانية لا، لسه ما هي نفس القضية. المشكلة الأساسية اخوانا الكفر، لهم ما أمنوش سيدنا لوط، بمعنى إن هما لو أمنوا وارتكبوا بعض المنكرات فده يعني يدل على أنهم لا زالوا مؤمنين. خلي بالك، يعني هما لو فعلوا فعل قوم لوط، اللي هما قوم لوط أصلا، اللي هو قوم لوط كانوا يا أخوانا زي ما أنتوا عارفين يأتون الفاحشة بعضهم البعض، يأتون الذكران من العالمين، يعني يتركوا النساء ويأتون الرجال كما يأتون النساء، والعياذ بالله، شيء بشع جدا، اللي هو الشذوذ في زماننا النهارده، اللي بيسموه دلوقتي المثلية، عشان هو على المستوى العالمي بقى شيء مقبول، ما علينا. لكن أساسهم مش على المعصية، الأساس الكفر بالله. فلما كفروا بالله أهلكهم الله عز وجل. وإلا ففي مسلمين ممكن يبدو منهم معاصي، ممكن واحد يزني، ممكن واحد يسرق، ممكن واحد يشرب الخمر، لكن هو مازال مؤمن. فالقضية الأساسية قضية التوحيد وقضية الإيمان. لم ينجحوا في قضية الإيمان الأساسية، فسبب إهلاكهم أساسا الكفر، ومع الكفر ما كانوا يفعلونه من منكرات وقبائح. يبقى مشكلة أي نبي، مشكلة قوم أي نبي في الكفر بالله أساسا وعدم إقامة التوحيد، ثم هذه المعاصي التي كانوا يرتكبونها. فقوم لوط كفروا بالله ووقعوا في الفواحش التي ليس لها نظير، كانوا يأتون الرجال ويتركون النساء. وده شيء عجيب جدا لدرجة الواحد هو صغير هو بيقرأ مش متخيل انتكاس الفطر لهذه الدرجة. فكنت بفتكر اللي هو ما فيه ستات عندهم فيعملوا ايه، فبيتعاملوا مع الرجالة،
لان مش ممكن حد يكون فيه نساء ويبقى ينكس فطرته ويروح على الرجال راجل مع راجل. لا، الطبيعي راجل مع ست. فانا وانا صغير تخيلت ان ما كانش فيه ستات في البلد دي، فهم بقى كان عشان يعني مش لاقيين الستات فكان الرجل يأتي الرجل. لكن لا، اكتشفت بعد كده طبعا كان النساء موجودين، بس هم اللي فطرتهم انتكست وصار الرجل يأتي الرجل والعياذ بالله.